صباح الخير وميت أهل وسهلا بالأصحاب. هي مر علينا كمان أسبوع وعم نحكي هلأ بمجموعة حلقات كتير كتير مهمة بتعرفوا على يعني بيسكلي عم نحكي على لما يجي حدا يسألني بالخبرة اللي كونتها خلال هالسنين يقول لي مثلا في عندنا مرض سرطان كيف ممكن نعالجه، شو النصيحة الشخصية اللي أنا ممكن أحكيها لهذا الشخص من خلال الخبرة اللي كونتها. خلينا نقول هلأ لأنه الموضوع بتعرفوا تريبي، لأنه من ناحية طبية بتعرفوا ما بيقدر حدا يحكي بهاي الأمور من ناحية علاجية، بنضطر دائما نحكي نقول إنه عم نحكي مع بعض إحنا بصيغة البحث العلمي، بنتشارك بالخبرة، بنعطي المعلومات لبعض، ومن خلالها كل واحد بشوف بمنطقه بقلبه إيش الشغلات اللي ممكن يفهمها، بيستشير الناس اللي بحس إنه بوثق فيهم طبعا من أطباء وغيرهم، ومن خلال هاي الشغلة إن شاء الله بنوصل للحل اللي نتغلب على هذا المرض مع بعض كلياتنا. هلا ليش بأكد على هاي النقطة اليوم؟ لأن اليوم بدنا نحكي كتير كمان على المواد الكيميائية اللي من خلالها ممكن الواحد ينظف الجسم، مثل مواد جيم هامبل وغيرها كتير. قدامي كتاب، تذكر المرة الماضية حكينا على إنه كيف لا يمكن إنه نعالج واحد إذا ما كان هو بده يتعالج. شفاء النفس هو قبل شفاء المرض، يعني ممكن تكون العائلة كلياتها عم بيحاولوا إنهم يشفوا شخص مريض عندهم أو يساعدوه أو يزبطوا له الأكل ومثل هيك. إذا كان هذا الشخص المريض مو جاهز إنه يتعالج، حالته النفسية مثلا سلبية، هو شايف حاله إنه خلص مريض أو عم يستغلها لا شعوريا على أساس إنه هو ضحية ومثل هيك، وحكينا كتير بهاي الأمور في حلقات الشاكرات كيف إنه الواحد ممكن يلبس رمز سماوي معين، مثلا رمز الضحية أو رمز الطفل، ويصير إنه بده الناس اللي حواليه يهتموا فيه، وبيستغل المرض اللي عنده أو المشكلة اللي عنده حتى يبرر عدم قيامه بمسؤوليته. هاي شغلة بنعملها كلياتنا على فكرة، حكينا كتير على كتب ستيفن بريسفيلد على مبدأ الريزيستنس، إنه كيف في مقاومة داخلية عنا بتوقف بشكل لا شعوري إنه بتمنعنا من إنه نأدي الوظيفة اللي لازم نأديها. كتاب، في كتاب قدامي اسمه The Magic of Believing لواحد اسمه كلود بريستول، كتاب قديم هو، فيه بلاوي بحكي عن قصص معجزات عن الناس اللي بس من خلال إيمانهم بشغل معينة انحلت المشاكل اللي كانت موجودة عندهم بس بمجرد وجود الإيمان. وهنا بننتقل من هاي النقطة لكتير نقاط، يعني بتعرفوا هلا كيف الواحد يعني حكينا في الفيديو أنو فيديو يا ربي، أظن بفيديو The Secret حكيت هاي الشغلة، إنه كيف الواحد مثل مبدأ الخروج من الجسد، بس الواحد إنه يتحرر من جسده. طبعا هذا الموضوع زي ما حكينا برضو بنحكي بصيغة البحث العلمي، في ناس بتآمن وفي ناس ما بتآمن، بس النقطة إنه بدنا نوصل الفكرة. الفكرة إنه الواحد مجرد ما يترك جسده، إذا سواء مثلا لما الواحد يعمل تمارين الخروج من الجسد، بس يترك بيعرف أو بنتبه وبيفهم 100% إنه الطاقة الإشي اللي هو من خلاله بيتحكم بكل إشي هي طاقة فكره. إذا بيفكر بشغل معينة أو بيفكر بمكان معين بنتقل فورا لهذا المكان أو فورا بيشوف الشغلة اللي هو فكر فيها. فعشان هيك إحنا بنصنع يعني الخير اللي بنشوفه، وإحنا بنصنع الشر اللي بنشوفه من خلال تفكيرنا. بدنا ننظف الفكر تاعنا وبعدها من خلال تفكير. على فكرة في كتير شغلات ممكن أحكيها هون، بس أنا ما عم بتجنب أحكيها بشكل واضح لأنه الموضوع شوي لبعض الناس حساس، بس هي الفكرة إنه زي ما حكينا أنا بالفكر تاعي من خلالها بشوف الإشي اللي موجود جوا فكري. فعشان هيك زي ما عم نحكي دائما، أي شخص في عنده مرض معين، ومثل ما حكينا برضو بحلقات كارولاين ميس، مرض السرطان بيرتبط بعاطفة إنه الواحد مش شايف مستقبل لإله، مش شايف مهمته في هاي الحياة، مش عم بحقق مواهبه، مش عم بحقق الإشي اللي لازم يعمله. لما الواحد يشوف إنه ما إله دور، ما إله وظيفة بالحياة، بتعرفوا هلا الجسد تاعنا بيولوجيا إما بميل للحياة يعني صعود، أو بميل للموت إنه تحلل اللي هي الموت. طبعا المجلم بس تطلع الروح من الجسد بكون وصل خلاص للموت بشكل كامل، بس قبلها بكون في عملية انحدار جسدية بتتم، إنه خلص طاقة الإنسان وصلت لمرحلة إنه بطلت طاقة الحياة اللي موجودة، لأنه إحنا مش شايفين في إلنا دور في الحياة، فبتصير طاقة الحياة تنحدر شوي شوي، تقل شوي شوي، وبالتالي تجدد الخلايا بقل شوي شوي، وبتنشأ يعني شوفوا النبتة اللي بتبلش تموت بيطلع عليها أورام شبيهة بالضبط بالأورام السرطانية، بيصير في عملية تحلل وهو الجسد عايش، ومن خلال هاي الشغلة يعني بتعرفوا بتصير تتفاقم إذا الواحد ما عرف كيف يتصرف بالموضوع.
هلا طبعا هذا الجانب النفسي، في جوانب جسدية تانية موجودة، بس الجانب النفسي بنركز عليه أول، يعني بنضلنا بشكل متكرر نركز عليه لأنه جانب جدا جدا مهم. فحكينا لا شفاء للجسد بدون شفاء للنفس. هلا في عنا عدة جوانب برضو عمل، يعني رخص حكينا النقاط بشكل، يعني حكينا الأمور كنقاط المرة الماضية، قلنا إنه في عنا الأكل السليم، حكينا إنه في عنا تنظيف الجسم، ممكن يكون في عنا بولوشن تلوث بالمنطقة، ممكن يكون في تلوث إشعاعي، في عدة عوامل بتلعب دور. الحالة النفسية هي رقم واحد، عشان هيك مثل هذا الكتاب اللي هو The Magic of Believing لكلود بريستول، إنه حتى لو كانت الظروف اللي موجودة حوالي صعبة كتير، في تلوث، حتى لو كان الأكل مش كويس، طبعا مش معناته ما تأكله صح، لا بتكون تاكله صح اكيد، بس حتى لو كانت الظروف مش كتير كويسة، مجرد ما الواحد حالته النفسية صارت كتير قوية بتغلب بشكل عام على المشاكل اللي موجودة. فالحالة النفسية رقم واحد، بتلعب بالهرمونات، بتلعب بالغدد، بتلعب بهاي الشغلات، وحكينا عنها يعني كتير بالحلقات الماضية، وحنفصل الهرمونات لقدام كمان. فهلأ اليوم مثل ما حكينا، برجع بكرر انه لما نحكي عن المواد الكيميائيه عم نحكي مثل مواد مهمبل، عم نحكي بصيغه البحث العلمي. انا بتعرفوا انه صار لحوالي 10 سنين تقريبا بختبر شخصيه ما بستخدم غيرها، واذا احتجتها طبعا مش بشكل دائم، والاصحاب والاهل والناس اللي شافوا على التلفزيون اكيد، يعني في الاف مؤلفه بالوطن العربي بيستخدموها، وجيم همبل المكتشف وغيره من المواد مثل الهيدروجين بيروكسيد والاوزون واللايبوسوم والفيتامين سي الى اخره، في كتير مواد بيستخدموها في علاج السرطان، هلا للاسف طبيا لا زالوا ما بيستخدموها بشكل رسمي لانه يعني يعني مؤامرة تجارية، انتوا عارفين القصة في الموضوع. في جانب يعني اذا ما كانت مؤامرة تجارية ما كانت امريكا يعني اختلفت وجهة نظرها عن مثلا اوروبا، في محلات باوروبا بالمانيا بسويسرا عم بيستخدموا الوسائل البديلة هاي، امريكا لازالت مصرة الFDA انه ما يستخدموا هاي المواد. عموما بنتركها زي ما حكينا في صيغة البحث العلمي، ان شاء الله يصير في جهة رسمية تتبنى الموضوع من ناحية دراسة، مش عم نقول اسمحوا فيها مباشرة، بنقول من ناحية دراسة. طيب حكينا المرة الماضية كيف الورم السرطاني هو عبارة عن خلايا هوائية، وحكينا انه كيف احيانا في كتير من الحالات مثل ما حكى دكتور سيمونشيني في لما درس مادة المادة القلوية البيكنج سودا، الصوديوم بايكربونات خلينا نقول بشكل ادق، حتى انه يستخدم هاي المادة القلوية انه يعالج السرطان من خلال ملاحظته انه السرطان فيه بكون فطريات معينة موجودة، الكانديدا بتلعب دور منها. على فكرة انتبهوا كيف الامراض، في كتير شغلات بتكون مربوطة بنشوء مرض السرطان بالجسم. حكينا مثلا انه نقص الاكسجين بكون مربوط اذا نزل عن 20% مثل ما حكى اوتو ويربرغ، بكون مربوط في نشوء السرطان بالجسم من ناحيه اكسجين. في هيفي ميتلز معينه اذا كتر الرصاص والزئبق من مصادر معينه بالجسم بيصير ياثر بنشوء الخلايا الهوائيه اللي هي بنسميها الخلايا السرطانيه. مثلا الفطريات، حتى الكانديدا اذا نشات اذا زادت عن نسبه معينه صار في تخلل في الجسم بسبب عدم وجود الأكسجين، هي مرة تانية برضو بيصير نمو للخلايا الهوائية. إذا يا ربي شو كنت أقول، عموما هلا بترجع. فهاي العوامل كلياتها إنه بتلعب دور، الإشاعات طبعا بتلعب دور، إنه زي ما حكينا الحالة النفسية بتلعب دور إلى آخره. فلأنه الخلايا السرطانية خلايا لهوائية، وحكينا إنه الخلايا السرطانية موجودة، أو يعني هلا كلمة سرطان على فكرة احنا بنخاف منها هلا ككلمة، هي كلمة بعلم الخيمياء. بتعرفوا هلا في عنا الأبراج بتمر في مرحلة معينة، الشمس بتمر في مرحلة معينة، واحدة منها اللي هي حول برج السرطان، ومن هون مأخوذة كلمة مرض السرطان. حول برج السرطان اللي هي بنبلش ننزل بالخريف، اللي هي الشمس بتبلش تنزل بدها خلص تنحدر لمرحلة الشتاء، إنه بتكون الشمس غير موجودة. هلا مرحلة التحلل هاي بعلم الخيمياء، لأنه الجسم لما يكون مرض السرطان خلينا نقول منتشر في الجسم، لأنه الخلايا اللاهوائية موجودة في جسم كل واحد فينا، فلما تكون منتشرة كتير في الجسم بصير الجسم بدل ما يكون في حالة بناء بصير في حالة تحلل، زي ما حكينا في كتير عوامل منها النفسية إلى آخره إلى آخره. فلما الجسم يصير في حالة تحلل منحكي مرض سرطان، لأنه مربوط في برج السرطان، لأنه مربوط في دورة الشمس، إنه وصلنا في مرحلة التحلل بدل مرحلة البناء. مرحلة البناء اللي هي كيف برج الثور اللي هو فصل الربيع،
بتشوفوا كيف العلامات التجارية والناس اللي ماسكين العالم للأسف بيستخدموا العلم حاليا بشكل سلبي بدل ما يستخدموه بشكل إيجابي. برج الثور بيستخدموه دائما في علاماتهم التجارية. شوفوا السيارات مثلا مثل تويوتا مثلا شكل العلامة مثل علامة الثور. شوف النيسان مثلا كيف إنه شكلها مثل الشمس اللي بتطلع من الأفق خط ودائرة. دوج مثلا كانت علامتها أو هلا علامتها علامة الثور. كانت قبل علامتها علامة نجم داود، ونجم داود طبعا رمز برضو من الرموز الفيزياء جدا مهمة، استخدموها اليهود لأنه بيعرفوا قيمة هذا العلم. بيستخدموه بالغلط بس شو بننساه بعد. يا ربي. ومثلها كتير علامات تجارية تانية طبعا زي ما حكينا، والشركات بيستخدموا هاي الرموز السماوية حتى يستمدوا منها القوة. رمز إن خلينا نقول إعادة البناء اللي هو رمز الربيع. لحظة شوي، دخلت في الموضوع تاني. طيب لحظة شوي. هلأ اليوم زي ما حكينا بدنا نركز على استخدام، قلنا كنا عم نحكي إنه الخلايا السرطانية أو الخلايا اللاهوائية موجودة أصلاً في كل جسم. هلأ بتنشأ لعوامل معينة، وهاي الخلايا اللاهوائية إذا زادت عن حد معين ببلش الجسم يميل للانحدار ومنشوفها إحنا على شكل أورام. فهون دخلنا في موضوع مواد مثل مواد جيم هامبل. إذا كانت الخلايا اللاهوائية هاي عبارة عن خلايا ما بتتنفس أكسجين وما بتتمكن من تنفس الأكسجين، وبرضه شوفوا ليش هون المواد القلوية، لأنه الخلايا هاي ما بتتحمل المواد القلوية لأنها بتنشأ في وسط حامضي زي بالضبط المخلل. يعني جيبوا هلا إذا بتجيبوا مخلل مثلا خيار وبتعرفوا الوسط حامضي بيصير في عندنا خل جوا. هذا علم كتير حلو، شوفوا كيف عم نشرحه بطريقة سهلة وبتوصل لنا كلياتنا، بس هذا علم من أرقى العلوم، ويعني علم بسوى جوائز نوبل. يعني شوفوا قديش الموضوع بسيط وقديش واضح. بس جيبوا مرتبان مخلل وهو قاعد عم بتخلل بنشأ بوسط حامضي، بما معناته إذا الجسم بسبب الأكل غير السليم وبسبب عدم وجود الأكسجين، لأنه المخلل شوفوا ربطنا كيف ربطنا السرطان بالمخلل، لأنه المخلل أصلا لازم نسكره حتى يتخلل، لازم نسكر المرطبان حتى يبطل فيه أكسجين حتى يتخلل. فهو بتخلل بيصير فيه فطريات أو خميرة بتنشأ بشكل كبير حتى تعمل عملية التخليل. بيصير في عنا يا ربي بيصير في عنا طبعا ما بكون في اكسجين، بيصير في عنا حامض اللي هو الخل الاسيتيك اسيد، يعني المواد الحامضه بتنشا حتى تساهم في عمليه نمو هاي الخميره وتعمل عمليه التخليل. طبعا المخلل نفسه اللي بناكله احنا مش عاطل، بالعكس مفيد جدا، لانه احنا بكميات معقوله كتير مفيد انه ناخذ الفطريات والبكتيريا النافعه، ومش الفطريات خلينا نقول الخمائر، هي نفس الشيء بس كلمه فطريات الناس بخافوا منها. فالبكتيريا النافعه والخمائر مفيده جدا بكميات معقوله لها شغل في الجسد. هلا اذا نقص الاكسجين في النظام الحيوي للجسد عن كميه عن نسبه بنسبه كبيره، بتصير الخلايا اللاهوائية اللي هي اللي بنسميها الخلايا السرطانية تنشأ وتتكاثر وتتكاثر، وإحنا بنشوفها بعد فترة طويلة مرات بتصل لفوق 7 سنوات بنشوفها على شكل أورام. فزي ما حكينا المرة الماضية ما بنشأ بيوم وليلة وما بنحل بيوم وليلة، بدنا نرجع الأكسجين للجسم وبدنا نتصرف بحكمة مع الأورام اللي نشأت جوا الجسم. فمثل ما حكينا إذا كانت الأورام السرطانية عبارة عن خلايا لا هوائية، معناته إذا بنحط مادة مؤكسدة وإذا بنحط مادة مؤكسدة بنقتلها، وإذا كانت برضو خلايا ما بتقدر تنشأ في الوسط القلوي بدها وسط حامضي، معناته إذا حطينا مادة قلوية مثل ما عمل دكتور سيمونشيني، أو إذا رجعنا الدم للحالة القلوية الطبيعية من خلال الأكل السليم، يفترض إنه هاي الخلايا تبلش تموت بالتدريج ويشفى الجسم من السرطان. وتذكروا دائما برجع بكرر، إذا كانت حالتكم النفسية إيجابية وإنتوا شايفين حالكم ما عندكم مرض أصلا، كل هاي الأمور يعني بتضعفوها أضعاف مضاعفة من ناحية قوتكم، من ناحية إفراز الهرمونات السليم ومثل هيك. وإفراز الهرمونات على فكرة كتير مهم، هذا موضوع بنتطرق له بعدين كمان بالتفصيل. كمثال مثلا البنكرياس بنعرف انه له دور اساسي جدا في انتاج او هو دوره في انتاج الانسولين، وحتى يعني يخفض نسبه السكر الزياده اللي بتكون موجوده في الدم، لانه الدم بشكل عام ما بتحمل وجود السكر بنسبه كبيره فيه. والجسم بشكل عام بفضل انه تكون عمليه حرق الطاقه فيه عن طريق الدهون وليست عن طريق السكريات. بالنهايه الدهون الجسم بيعرف يحولها لجلوكوز بطريقه مناسبه، بس ما بترفع السكر في الدم، هاي هي النقطه الحاسمه. حطيت امبارح فيديو وراح نصير نحط هلا كمان، راح نكتر فيديوهات الوصفات قد ما بقدر حتى يعني نسهل علينا كلياتنا. فحطيت امبارح فيديو على
بذور الكتان انه كيف ممكن نعمل منه بديل للخبز، لانه كتير في ناس لما يسالوني بضطر برجع بعيد لهم هاي الشغلات فبنحطها بفيديوهات هيك حتى تكون اسهل علينا. هلا بذور الكتان في ناس انتبهت بالتعليقات انه سالوا نقطه جدا مهمه، بيقولوا انه يقال طبيا انه بذر الكتان بيرفع الهرمون في الجسم، هرمون الاستروجين في الجسم، فاذا كان بيرفع هرمون الاستروجين بالجسم هل هذا معناته انه ممكن انه يكون يسبب خطر على من ناحيه سرطان الثدي ولا لا؟ لانه طبيا بيحكوا هاي الشغله. إذا بتبحثوا مضبوط بتشوفوا إنه طبعاً في كتير دراسات للأسف مدفوعة موجودة، دوروا بس شوية على جوجل حتشوفوا كيف إنه في يعني الدراسات اللي موجودة بتثبت العكس تماماً، بتفرجي إنه بذور الكتان أصلاً بعد ما عملوا دراسة على مجموعة كبيرة من الأشخاص شافوا إنه بتقلل نسبة حدوث سرطان الثدي، مش إنه بتزيد الأستروجين وبالتالي ممكن تساهم في حدوث المرض. فبس اعملوا ريسيرش بسيط، وأنا بطلع اللينك كمان بحط لكم إياه بالتعليقات على الفيديو حتى تشوفوه، وبحطه بالمدونة كمان لأنه موضوع كتير مهم بصراحة. شوفوا كمان مثلا البادويك بروتوكول، مع انه بيستخدموا فيه الجبنة فانتوا بتقدروا تستخدموا الكتان لحاله بدون الجبنة وتشوفوا مصادر بروتين ايجابي تانية على اساس انه نفس تأثير البروتوكول. بس هي الفكرة من الموضوع بتقرأوها كمان بكتاب إد مكيب لأكسجين ثيرابيز، بفرجي كيف بذر الكتان زيوت اوميجا 3 اللي موجودة فيه هي بتعمل عملية نقل وزيادة للأكسجين بالجسم، ولهالسبب بتلعب دور في قتل خلايا السرطان بالجسم. فيعني هاي واحدة من الشغلات. طيب مواد جيم هامبل، طبعا في عندنا مجموعة مواد قلنا الخلايا السرطان خلايا ما بتتنفس أكسجين، إذا منحط أكسجين مادة مؤكسدة بطريقة مناسبة، مش طبعا أي مادة مؤكسدة، بدنا مواد بتشتغل بطريقة مناسبة بدون أعراض جانبية، منكون إحنا عم نقتل هاي الخلايا السرطانية اللي موجودة. هلا وين المشكلة برضو مثل ما حكينا المرة الماضية، إنه أحيانا بتكون الأورام السرطانية سطحية، يعني مثلا خلينا نقول موجودة في المريء أو في المعدة أو في الأمعاء، وبالتالي لما أشرب أنا مواد جيم هامبل برتطم فيها مباشرة وبقتلها مباشرة. بس احيانا كتير بتكون موجوده داخليه ديب تيشو جوه الكتله العضليه، او بتكون منتشره في الجسم، وبالتالي لما اخذ انا المواد جيم هامبل ام ام اس وغيرها مش بسهوله بتوصل للمنطقه اللي موجود فيها الورم. عشان هيك بدي اعمل كل إشي حتى احاول قدر الامكان اوصل ماده الام ام اس وغيرها من المواد اللي باخذها اعمق ما امكن الى الكتله العضليه، واحيانا بحتاج كمان اني اعمل غرز مباشر جوا الورم بمواد قلويه مثل الكربونات الصوديوم، بمواد مؤكسده مثل الهيدروجين بيروكسيد والكلورين دايوكسيد، مواد جيم هامبل الى اخره. بس زي دائما بنقول بدنا يعني الناس عندهم النفوذ الرسمي انه يوافقوا على هاي الامور، تصير في دراسة رسمية حتى يقدر تتوفر للناس طبعا، وإلا بصفي كل واحد بصيغة البحث العلمي انه بدرسها وبيشتغل لحاله. هلأ شوفوا الاسبوع الماضي مثلا، يوم الجمعة تحديدا، الجمعة الماضية قابلت شخص كان صار له حوالي اسبوعين ثلاثة تقريبا عنده التهاب شديد جدا داخل بالرئة وداخل بالجسم كلياته، يعني التهاب جدا شديد، يعني نزل وزنه خلينا نقول يمكن 10 كيلو خلال إذا مش أكتر كمان خلال هاي الفترة. فالمهم قابلت هذا الشخص وبس خلصت أنا درت بالي طبعا أنه خلي مسافة بينه وبينه لأنه في بكتيريا جدا قوية موجودة عنده. فالمهم بس طلعت وأنا ما وأنا راجع بالطريق انتبهت أنه السدر عندي، بتعرفوا كيف بتحس أنه السدر عم بلعب في إشي دخل، فحسيت انه لقط البكتيريا او الميكروب اللي كان موجود عنده. بس رجعت على طول، رحت انا شو سويت حتى انظف، اخذت جرعه ام ام اس، وقبل ما اخذها بتعرفوا حطيت مجموعه نقاط ام ام اس مع مجموعه نقاط حامض، بعدين نستنى عليها من 20 ل 30 ثانيه. بعد ال 20 30 ثانيه بس استنشقته، طبعا الاستنشاق بده حذر شديد، ما بتقدر تستنشقوه بكثره لانه الرئه حساسه من ناحيه المواد المؤكسده، بس استنشاق بكميات معقوله خفيفه مرتين باليوم كحد اقصى هي عباره عن علاج للامراض اللي بتكون موجوده بالرئه وازاله للبلغم اللي موجود والميكروبات الى اخره. حتى سرطان الرئة طبعا هاي شغلة أساسية جدا من ناحية جيم هامبل إنه في علاج المرض، بس بدكم تكونوا حذرين زي ما حكينا، يعني للأسف بدكم تدرسوها أنتوا من ناحية شخصية. يعني المشكلة إنه أنا عارف هاي الشغلات ومآمن فيها وبعرف شو هي، بس إذا حكيت كلمة لحدا فيكم قلت لكم استخدموا مواد جيم هامبل لأنها علاج، بس مجرد إذا ذكرت هاي الكلمة صارت عبارة عن مسائلة قانونية لإلي يعني. فاللي بقدر أعمله لهاي المرحلة إني أضل أحكي تجربتي الشخصية.
مواد جيم هامبل زي ما حكينا. مثلا أنا وقتها شو رحت عملت؟ فعلت وقتها أظن 6 نقاط، كنت بدي جرعة عالية على أساس أنه الميكروب أشيله. فست نقاط ماي MMS، معنى 6 نقاط من الحامض، بعد ما تفعلوا استنشقته، بعدين زدت المية وشربته، حسيت أنه الحمد لله راحت اللعب اللي كان بالصدر راح وارتحت عادي، يعني ما صار في مشكلة. مش اليوم، تاني يوم بالليل لاحظت حالي أنه في عندي دوخة، انه صار هيك حاسس بدوخه موجوده. فقلت يمكن تعبان شوي لانه ارهقت حالي او شيء مثل هيك، فقلت يمكن هذا هو السبب، طنشت الموضوع. بعديها بساعتين تقريبا بلشت تزيد الدوخه، بعدين حسيت بلشت احس بصداع عم بضرب بالراس من جوا. قلت معناته الظاهر الميكروب كان كتير كتير قوي وما نظفته انا بشكل كامل، كان لازم اخذت يعني كنت حذر اكثر واخذت اكثر من جرعه. رجعت على البيت، رجعت عملت جرعه تانية بنفس الطريقه، 6 نقاط استنشقتها، وبعدين زدت ميه وشربتها. بعدها بساعتين رديت عملت نفس الشيء، وتاني يوم الصبح رجعت عملت نفس الشيء، والحمد لله راحت المشكله 100% وخلص ما عادت رجعت. ليش عم بذكر هاي النقطة؟ يعني شوفوا، للغرور، للأسف لغرور الباحثين، للغرور التجاري الطبي، قديش في ناس بالعالم عم بتموت للأسف بسبب ميكروبات، بسبب أمراض، بسبب التهابات رئوية وغيرها، ملاريا، كوليرا إلى آخره، والعلاج سهل ورخيص وموجود لكل حدا بس بسبب الغرور التجاري. يعني هاي شغلة يعني ما بعرف شو أحكي بصراحة. فمثلا إذا ما تعالجت المشكلة، فرضا إذا ما عالجت المشكلة، أنا بعرف 100% إنه كان ممكن تتفاقم وتزيد كتير، وإنه تقعد 2-3 أسابيع لتتعالج. هذا إذا ما اضطريت أروح على المستشفى، إنه حتى بتعرفوا إذا زاد الالتهاب الرئوي ما فيه مسحة. فالملاريا MMS مواد جيم هامبل كانت تعالجها أو بتعالجها ب4 ساعات، بتروح الأعراض والمشاكل خلص بتموت، بتموت الملاريا، بتموت 100% خلال 4 ساعات من خلال جرعة مركزة من MMS. وهيك أصلا MMS انشهر، وأول بداية شغله جيم هامبل، مش هلا يعني، هلا بعد أكتر من يمكن 15 سنة في بداية شغله عالجوا، يعني خلال 2-3 سنين الأولى عالجوا فوق 200,000 حالة من حالات الملاريا، كلها بنفس الطريقة، الملاريا القاتل الأول للبشر، تخيلوا، من خلال مادة رخيصة ما بتكلف ولا إشي. فحرام، إن شاء الله إيدينا بإيدين بعض، بيصير في جهة رسمية، إن شاء الله يكون في جهة رسمية عم تسمع، اللي على الأقل تم دراسته بطريقة واضحة، اللي يعني يتوفر على الأقل للناس اللي بدهم إياه، مش ضروري انه يكون موجود بالصيدلية لكل حدا، بس على الاقل يكون مفتوح للي بده اياه. عموما يا ربي، كنا عم نقول انه الخلايا السرطانية خلايا لا هوائية وما بتتنفس اكسجين، وبالتالي اذا بنعطيها مادة مؤكسدة يفترض منطقيا انه نقتل الخلية السرطانية مباشرة. هلا المادة المؤكسدة هاي ممكن تكون واحدة من مواد جيم هامبل او كل مواد جيم هامبل اللي هم، او مادتين خلينا نقول، هي المادة الاولى MMS والمادة الثانية MMS الثاني MMS2. MMS اللي هو الاول عبارة عن الكلورين دايوكسيد بعد ما تتم عملية التفعيل، وبتقدروا طبعا تشوفوا الفيديوهات المفصلة عن الموضوع. MMS الثاني اللي هي الكالسيوم هايبوكلورايد، مش سائلة، بتنحط بودرة جوا كبسولة وبتتاخد مع مية. هلا تفاصيلهم برضو موجودين، المادة المعجزة الاولى والمادة المعجزة الثانية، كل تفاصيلهم موجودة بالفيديوهات اللي حطيتهم على القناة بيوتيوب. طيب هلا في عندنا مواد مؤكسدة تانية طبعا، مثلا في عندنا الهيدروجين بيروكسيد، في عندنا الأوزون، في عندنا مواد قلوية مثل ما حكينا على نظام سيمونشيني اللي هي الكربونات الصوديوم، في عندنا يا ربي مثلا الليبوسوم الفيتامين سي، بس ينعطى بجرعة جدا عالية ببطل مادة غير مؤكسدة، ببطل المادة مضادة للأكسدة وبتحول لمادة مؤكسدة اللي هي برضو الهيدروجين بيروكسيد جوا الجسم. عشان هيك لما يعطوا الليبوسوم الفيتامين سي بجرعات كبيرة بتصل ل 50 جرام بالوريد يوميا، في كلينكس بأوروبا بيعطوها وبالمكسيك وغيره، بتتحول زي ما حكينا الهيدروجين بيروكسيد، بتسيطر على السرطان في كتير من الحالات، بتشفيه بشكل كامل طبعا، مع تظبيط الأكل، مع تظبيط نمط الحياة، مع تظبيط الحالة النفسية، مع لعب الرياضة، وحنحكي كمان على الساونا وإلى آخره. ومثل ما حكينا الأورام، لأنه أحيانا بتكون ديب تيشو، ممكن يكون الورم كبير موجود مثلا في كتلة عضلية، برضو الكلينكس هاي، وكتير في ناس صاروا يعملوها بشكل شخصي، أنه بتنغرز بالورم مباشرة هاي المواد، ومن خلالها بنكون عم نقتل الخلايا اللاهوائية. يعني الكلمة اللي بنحكيها باللغة العامية وفي ناس جربوها، انه بيخفس الورم، يعني انه بكون بس تنغزها المواد، طبعا بغزها شخص خبير،
مجرد ما تنغز هاي المادة في الورم بتلاحظوا انه خلال يومين ثلاثة زي اللي ببلش انه هي يخفس الكلمة العامية انه بتصير زي اللي كأنه يتضاءل, يعني زي البالون. تعرف كيف البالون اللي بيكون منفوخ بعدين البالون بيصير انه ينفس شوي شوي, نفس الطريقة. واحيانا كتير بتطلع من الورم كمان بتشوفوا مواد رغوية زي الرغوة, بتكون هي عبارة عن الخلايا الهوائية اللي عم بتموت. يعني حتى نبطل نخاف من المشكلة, يعني بنحكي عليها كأنه عندنا نفس الشيء, عندنا مخلل احنا بنحط اكسجين فيه وبالتالي عم نقتل هذا المخلل, وما بنخاف من المرض انه اجانا فجأة, لا دايما بيجي بالتدريج خلال سنوات طويلة شوي شوي, بيمر الجسم بمراحل وبعد مروره بهاي المراحل بفترة طويلة بنشوفه على شكل ورم. مثلا كمثال على مراحل تطور المرض, شوفوا مثلا مرض السكري النوع الثاني بشكل خاص, زي ما حكينا البنكرياس انه بيلعب دور رئيسي, او هو دوره واحد من ادواره الرئيسية اللي هي تخفيض نسبة السكر في الدم, لانه الجسم ما بتحمل وجود السكر في الدم بكمية كبيرة, وعدم وجوده بالدم اصلا افضل, لانه الجسم بيحوله من خلال الدهنيات المفيدة مثل بذور الكتان والشيا والمكسرات والافوكادو الى اخره الى اخره, الزيوت المفيدة والبذور بشكل عام الجسم بيعرف يحولها لجلوكوز بطريقة مناسبة بدون ما يرفع السكر في الدم. هذا علم, على زي ما بحكي لكم علم جدا راقي, يعني بمستوى زي ما حكينا جوائز نوبل ومثل هيك, عم نحكيه بلغة بسيطة, فياريت انه نقدر قيمة هذا الشيء اللي عم نحكي فيه. فمثل ما حكينا زي كأنه موجود في عندنا مخلل, وهذا المخلل عم نحط أكسجين, عم نحط مواد قلوية, ومش ضروري نحط مواد قلوية بس, ناكل صح برجع الدم. شوفوا روبرت يانغو أبحاثه, برجع الدم للقلوية الطبيعية اللي هو بيصير 7.4, وزي ما حكينا الخلايا اللاهوائية ما بتقدر تنشأ في الأوساط اللي فيها الأوساط القلوية, الخلايا الهوائية لازم تكون حمضية. عشان هيك دائما الفطريات والخمائر, لما نعمل مثلا مخلل في البيت لما كذا, هي الخمائر هاي بتنشئ وسط حامضي حتى تقدر تعيش, مجرد ما زادت عن حدها بتنشئ عندنا المشكلة بالجسم, لأنه ببساطة بطل في عندنا أكسجين بشكل كافي. طيب هلا مواد جيم هامبل لما نيجي نستخدمها الامامس الاول والثاني, لما نيجي نستخدمها احنا كعلاج للمرض, لانه زي ما حكينا عنا الامامس الاول والثاني, البيروكسيد, الاوزون الى اخره الى اخره, بدنا نمسكهم واحده واحده ونفصلهم من ناحيه بروتوكول. الماده هلا الجيم هامبل بتعرفوا زي كيف انا استخدمت لما حسيت بالمشكله بالاسبوع, ممكن استخدم جرعات مثلا جرعتين ثلاثه حتى اعالج مشكله ميكروبيه موجوده, هذا اللي بسموه بشكل عام بنسميه بروتوكول 1000, بروتوكول 1000 من جيم هامبل. هلا بروتوكول 1000 زي ما حكينا للامراض او للصيانه العامه للجسم او للميكروبات العاديه اللي بتكون موجوده, وجيم هامبل نفسه حتى البروتوكولات هي مش عباره عن إشي ثابت انه لازم اخذ البروتوكول مثل ما هو مذكور, يعني لما بتفوتوا على موقعه وتقراوا طريقه استخدام البروتوكول مش طريقه معينه ثابته وبقدرش اغيرها. البروتوكول المبدأ انه يعني دائما بيحكي جيم هامبل بيقول مبدأ اخذ الام ام اس انه بدي اشد وارخي, يعني بدي اخذ اكبر جرعة بقدر اخذها بدون ما اضايق الشخص المريض. هلا ليش بتضايق الشخص المريض؟ لانه الشخص اللي ما عنده مشكلة عادة لما ياخذ الام ام اس لحد جرعة يعني يمكن لحد 12-13 نقطة ما بحس فيهم بالمرة, بينما الشخص المريض ممكن ياخذ نقطتين ولا نقطة واحدة يحس بتأثير لإلها, لانه بتعمل عملية ديتوكس تنظيف. عشان هيك التعامل مع الديتوكس برضو موضوع جدا مهم خلال يعني رحلتي في التعامل مع الأمراض اللاهوائية مثل مرض السرطان. فهلا لما أجي أخذ أنا نقطة واحدة مثلا وعندي مشكلة, إذا كان عندي خلايا لاهوائية أو ميكروبات, النقطة الواحدة هاي بدها تفجر الميكروبات هاي, مجرد ما تفجرت الشخص بحس بأعراض التنظيف على شكل تعرق, على شكل إسهال أحيانا, في الحالات القصوى ممكن تصير مع عملية مراجعة إنه يرجع الأكل بس أو المي طبعا اللي شربها, بس الحالة هاي منكون إحنا أعطيناه جرعة صار في عملية قتل للميكروبات بشكل جدا سريع ما بتحملها, فبنعرف إنه إحنا كتير تعدينا الحد, منرد منرجعها لجرعة جدا قليلة, منريحه أول منرجعها لجرعة قليلة ومنرجع بنطلع شوي شوي بالتدريج. فبروتوكول 1000 من جيم هامبل بتشوفوه على الموقع, وهو ببساطة إنه أنا بأخذ جرعة مناسبة, ممكن أخذ جرعة مثلا من 3 نقاط كم من مرة باليوم, أو ممكن أخذ جرعة مثلا 6 نقاط مرتين باليوم حتى أعالج ميكروب معين موجود عندي, أو ممكن أخذ مثلا جرعة مكونة من 3 نقاط مرتين باليوم أستمر عليها 3 أسابيع كصيانة عامة للجسم وبعدين بوقف وبصير أخذها بس عند الحاجة. فهو صيانة عامة وقتل للميكروبات والفلو والإنفلونزا, الشغلات العادية اللي موجودة. هلا لما نيجي نتعامل مع أمراض قوية مثل مرض السرطان,
ما ممكن يزبط معانا البروتوكول بشكل غير متكرر. لازم دائما يضل في عنا تكرار عالي لأخذ المادة حتى نسيطر على المرض. نفس الحالة نفس الشيء لما نكون عم نتعامل في مرض فيه مايكروب قوي جدا عم برد برجع بسرعة. فالفكرة من الموضوع إنه لازم أخذ بتكرار عالي مدة زمنية لا تزيد عن الساعتين. إذا زدت عن الساعتين كأني بسمح للمرض إنه يرد يرجع. فبضل أخذ كل ساعتين كل ساعتين كل ساعتين كل ساعتين 8 مرات باليوم من ناحية الأمامس الأول. الأمامس الثاني برضو بضل أخذه كل ساعتين كل ساعتين كل ساعتين 4 أو 5 مرات باليوم. فهون بالحالة هاي بسميه جيم هامبل بروتوكول 2000 اللي هو بشكل خاص للتعامل مع مرض السرطان. هلا أنا لما أكون عم باخذ الأمامس الأول والأمامس الثاني بنفس الوقت بكون أنا عم يعني طبعا أكيد عم بضاعف الفعالية اللي موجودة عندي. شوفوا الفيديوهات على أساس إنه تشوفوا بالتفصيل. بس مثل ما حكينا الأمامس الأول هو الكلورين دايكسايد بعد التفعيل، والأمامس الثاني هو الكالسيوم هايبوكلورايت. مثل ما هي المادة بتتحول جوا الجسم للهايبوكلوريس أسيد. الحلو في الموضوع إنه الكلورين دايكسايد والهايبوكلوريس أسيد كلا المادتين برضو مثل ما حكينا بالفيديوهات للتفاصيل كلا المادة موجودين بعملهم جهاز المناعة بالجسم. فإحنا عم ناخد مادة مؤكسدة ضعيفة بسيطة يعني مكونة بس من 3 ذرات أو ذرتين بحالة الكلورين دايكسايد. فإحنا بس عم ناخد مواد مؤكسدة ضعيفة بسيطة موجودة أصلا بالجسم بعملها جهاز المناعة للسيطرة على الأمور اللاهوائية مثل الميكروبات أو مثل الخلايا السرطانية. لما ناخد الأمامس الأول والأمامس الثاني بتكرار عالي، يعني زي ما قلنا باخد الأمامس الأول 3 نقط مفعلة بتكرار 8 مرات يوميا، والأمامس الثاني باخده كبسولة بتكون حوالين 400 ميلي جرام 5 مرات يوميا، كل كبسولة بتكون مع حوالي كاستين مي. تفاصيلهم زي ما حكينا بالفيديوهات. لما أخذهم بهذا الشكل المتكرر بكون أنا عم بدخل قدر الإمكان للجهاز الهضمي ومنه للدم ومنه قدر الإمكان للخلايا للديب تيشو حتى أسيطر على المرض وأحاول أوصل. إذا كان السرطان سطحي مثل المريء والأمعاء يفترض أن نشوف نتيجة خلال فترة جدا قليلة. إذا كان ديب تيشو يعني داخل جدا عميق جوا الخلايا أو منتشر بالجسم كلياته ممكن نحتاج لحوالي 4 أشهر حتى نشوف نتيجة واضحة في تضاؤل المرض. بس طبعا منشوف تحسن واضح جدا من البداية. فالقانون اللي بيحكي فيه جيم هامبل دايما مثل ما بنقول انه بشد وبرخي، يعني اذا حسينا الشخص المريض ضايق من الجرعة ما بقدر ارجع اعطيه الجرعة الثانية وهو متضايق، لا بدي اريحه اقلل الجرعة وارجع ارفعها بالتدريج. زي ما قلنا يا ريت تشوفوا الفيديوهات اللي حطيناهم عن الموضوع، المادة المعجزة الاولى والمادة المعجزة الثانية، حتى تشوفوا التفاصيل الكاملة لانه في تفاصيل مهمة جدا عن مثلا فيتامين سي ما باخده او المواد المؤكسدة ما باخذ المضادة الاكسدة ما باخذها بنفس الوقت لانه بضيعوا فعالية بعض. في تفاصيل جدا مهمة لمرضى الكورتيزون اللي اخذوا كورتيزون. اي حدا اخذ كورتيزون ما بيقدر ياخذ جرعه عاليه من الامامس، بده يبلش تدريجيا شويه شويه يرفعها لانه بيصير في عمليه تعارض. الكورتيزون بوقف المناعه على الامامس بقتل الطفيليات وبالتالي بيصير في كونفليكت بجهاز المناعه مؤقتا عبين ما ينضف الكورتيزون من الجسم. يعني هلا عاد حد علمي على فكره الامامس هلا الماده الوحيده اللي بنعرف عنها اللي هي اصلا بتنظف الكورتيزون اللي بيضله قاعد في الجسم، لانه اللي بياخذوه خصوصا على كبر ممكن يضله قاعد بالجسم فوق 10 سنين. يعني حتى لو اخذ كورتيزون قبل 10 سنوات خصوصا اذا كنت ماخذها بالوريد او هيك، لما اجي اخذ الام ام اس او الدي ام اس او لسه اقوى منه من هاي الناحيه بحس فورا باختلال بضغط الدم لانه بيصير في كونفليكت بجهاز المناعه عبين ما الام ام اس تدريجيا ينظف الكورتيزون من الجسم. هلا هاي زي ما قلنا بناخذ جرعه بسيطه بنرتفع فيها بالتدريج. هلا يا ربي هلا في مواد موجوده عندنا اللي هي بتساهم في زيادة توصيل الأمامس مواد جيم هامبل للجسم. كنت أحكي على نقطة التفول. اللي عنده مرض التفول هاي برضو دايما ما بيقدر ياخذ مواد مؤكسدة بكميات كبيرة، ممكن ياخدها بين فترة وفترة طويلة بكمية بسيطة. فبرضو هاي نقطة كتير مهمة. طيب هلا في مواد بتساهم بإيصال، يعني زي ما حكينا الأمامس إذا كان المرض سطحي بلمسه مباشرة، بلمس الخلايا اللاهوائية مباشرة وبالتالي بيقتلها. إذا كان داخل جوا الدم بدنا ناخد تكرار عالي لفترة طويلة حتى نسيطر على المرض مع تظبيط الأكل مع كل العوامل التانية النفسية والرياضة والساونا إلى آخره، حنحكي عليها بالتفصيل إن شاء الله.
هلا في مواد بتساهم في ايصال الام ام اس لجوا الجسم اكثر واكثر، اللي هم مادتين بشكل رئيسي. عندنا ماده الدي ام اس او، برضه في فيديو مفصل عنها بتقدروا تشوفوه. الدي ام اس او ما تاخذوه مع الام ام اس الثاني الكالسيوم هايبوكلورايت، بتقدروا تاخذوه مع جرعه الام ام اس اللي هو الكلورين دايوكسيد النقاط المفعله، مثلا مرتين باليوم ثلاث مرات باليوم. بعد ما افعل الام ام اس بضيف معلقه شاي مثلا لمحلول المي ومن الدي ام اس او طبعا وبشربها. فالدي ام اس او كارير بيساعد في بمسك الام ام اس وبيساعد في نقله اكثر واعمق جوا الجسم ديب تيشو، لدرجه انه شوفوا جيم هامبل طبعا هاي ابحاث موثقه عندهم، لدرجه انه بيقول الدي ام اس او بيمسك الام ام اس بيدخله لجوا الخلايا السرطانيه وبيرجعها لخلايا عاديه، بدل ما تكون خلايا لا هوائيه بدخل للكور تاعها للمركز تاعها وبرد برجعها لخلايا عاديه. جيم هامبل طبعا اكيد هذا الحكي ما بحكيه من فراغ، بدعم يعني داعم الحكي تاعه بالابحاث اللي موجوده عندهم. كتير في عندهم شغلات، مثلا الايدز زي ما حكينا قبل كذا سنه، هذا مش جديد، قبل كذا سنه كان عندهم حوالي 2000 حاله موثقه 100% انه شفيوا من مرض الايدز من خلال استخدامهم للام ام اس الاول والثاني مع بعض. طيب فالدي ام اس او عن طريق الشرب بنقدر نستخدمه زي ما حكينا، انه جرعه الام ام اس الاول السائله بنقدر نضيف معلقه شاي ونشربها، وبالتالي انه بنساعد توصيل الام ام اس او الكلورين دايوكسيد للديب تيشو. مادة تانية مهمة دي ام اس او على فكرة ممكن نستخدمه بشكل ديرمال على الجلد مباشرة، وهلا بنحكي عليها. هلا يا ربي النياسين، المادة الثانية هي النياسين اللي هي فيتامين بي 3، كانت هولدا كلارك تستخدمه بشكل إجباري لمرضى السرطان، تعطيهم 100 ملغرام 3 مرات يوميا من مادة النياسين اللي بيقدر يتحمل ال 500 ملغرام مش 3 مرات، مرة واحدة باليوم برضو ممكن يجربها. طبعا بتعمل فلاش، ما تجيبوا نوعية النياسين اللي بيكون مكتوب عليها نو فلاش، هاي ما في منها فايدة، بدكم تجيبوا النياسين العادي اللي هي نفس المادة الطبيعية بدون تغيير عليها، لأنه بتعمل عملية يعني بتقوي تدفق الدم في الجسم. في فيديو عملته على النياسين بتقدر تشوفوا التفاصيل الكاملة، فبتقوي تدفق الدم بالجسم. منطقيا واضح انه اذا كان في MMS موجود بالدم، يعني ممكن اخذ MMS او اخذ النياسين بعد حوالي مثلا ربع ساعة اخذ جرعة MMS، لانه النياسين بيشتغل بعد فترة. فإذا قوينا تدفق الدم واضح جدا انه بكون انا عم بزيد توصيل MMS لجوا الجسم. فهاي شغلة تانية كمان زي ما حكينا بتقدر تشوف الفيديو للتفاصيل الكاملة. هلا البروتوكول اللي حكينا عليه لهلا اللي هو بروتوكول 3000 سوري بروتوكول 2000 من جيم هامبل، اللي هو بشكل خاص بيستخدموه للسرطان، وبتكون من الام ام اس الاول والام ام اس الثاني، باخذهم بتكرار عالي يوميا وبستمر عليها يعني خلينا نقول على الاقل 4 اشهر. ممكن ارتاح يوم او يومين بالاسبوع اذا حسيت حالي محتاج للراحه، بس في كتير ناس ما في عندهم مشكله بيستمروا على البروتوكول بشكل كامل وما بيرتاحوا، او بيرتاحوا بفتره طويله يعني مره بالاسبوعين كذا هيك، بغض النظر الفكره انه بدي اخذه بتكرار عالي يوميا. ممكن ارتاح مره او مرتين بالاسبوع بس استمر على الامور اللي حكينا عليها. فهذا بالنسبة لبروتوكول 2000. هلا بروتوكول 3000 من جيم هامبل برضو بتقدروا تشوفوه، وتفاصيله موجودة على موقع جيم هامبل، بس الفكرة تاعته انه شوفوا هلا الام ام اس زي ما حكينا انا باخده هلا لحد الان عم نحكي على اخده عن طريق الشرب، ولكن جيم هامبل بيعطوا الام ام اس عن طريق العضل، يعني بغزوه بالعضل مباشرة، وبيعطوه كمان بالوريد مباشرة طبعا بدون الحامض. بياخدوا مادة الكلورين دايوكسيد يعني بفعلوا الام ام اس، بيسحبوا الغاز بدخلوه في مية مقطرة، والمية المقطرة بتكون طبعا معقمة 100%، واصلا الام ام اس بيعقمها هيك هيك يعني. فبدخل الكلورين دايوكسيد بالمية المقطرة او بيضيفوا نسبة منه مناسبة لمحلول سلاين، بيكون محلول ملحي، وبدخلوها بالوريد لحتى تدخل على حتى تدخل على الدم مباشرة. فهون بنكون احنا وصلنا الكلورين دايوكسيد باكبر كميه ممكنه للدم. انتراماسكولار كمان اللي هو احنا بندخلها نفس الشيء، حقنه بكون فيها نسبه كميه مناسبه من الكلورين دايوكسيد وبتنحقن بالعضل مباشره. وين المشكله؟ المشكله انه جيم هامبل هاي الامور عم بيعملوها، او طبعا زي ما حكينا بنقدر بدل ما نحقنها بالعضل بنحقنها بالورم مباشره في بعض الحالات اذا كان الورم ظاهر خارجيا. لما نحقنها بالعضل طبعا توصل منه للدم، ولما نحقنها بالوريد اكيد هي نازله في الدم مباشره. هلا المشكله انه جيم هامبل عم بيعملوا هاي الشغلات وهاي الاجراءات بدومينيك ريبابليك، لانه هم هناك قانونيا قادرين يتصرفوا، بينما في اغلب الدول في العالم هذا الحكي ممنوع طبعا، ممنوع انه الواحد يستخدم اي شيء
طبيا علاجيا إلا إذا كان مصرح فيه من ناحية الـ FDA. فهون طبعا نرجع نركز على الموضوع، إن شاء الله يكون في جهة إنه تتعمل دراسة رسمية للموضوع حتى يتوفر للناس. يعني حكيت لكم تجربتي الشخصية الأسبوع الماضي وتجارب كتير تاني كمان حكيتها قبل هالمرة، حكينا على موضوع الملاريا، حكينا على موضوع الإيدز، قديش في ناس يعني في ناس من لدغوا لدغات مثلا إنه بكونوا فرضا بغابة، بكونوا بصحراء، عقرب، وريفر، إنه شو مكان، فاللدغة سامة جدا. إذا حط MMS مباشرة اللي هو الكلورين دايكسايد بالوريد أو بالعضل، غالبا بتروح المشكلة بنفس اللحظة، يعني خلال ربع ساعة الأعراض تبعت التسمم بتروح. نفس الشيء الساينايد شوفوا قديش مادة سامة جدا، كيف مجرد هي عبارة عن مادة غير مضادة للأكسدة قوية جدا، وبالتالي بتكسر كل يعني بنظام الأكسجين الموجود في الدم بتخربطه كلياته، عشان هيك بتصير عملية الاختناق وعملية الموت. إذا الواحد أخذ MMS بنفس اللحظة سيطر على المشكلة وراحت المشكلة. يعني حرام، مادة لازم تكون موجودة في كل المستشفيات كمضادة كبديلة للمضادات الحيوية، وهذا يعني شو بدي أحكي أكثر من هيك، والفكرة واضحة بصراحة. ف بروتوكول 3000، هلا حكينا إنه MMS ممكن نغرزه بالوريد، طبعا شخص خبير اللي بيعملها، ممكن نغرزه بالعضل وبالتالي من العضل بيسحبه الدم وبدخل للدم ومنزيد إيصاله، وممكن كمان انه نغرزه في الورم مباشرة في حالة كان الورم خارجي، وبالتالي بنشوف الورم كيف مثل البالون بيصير يعني يخفز شوي شوي، ويعني عم نأكسد احنا الخلايا اللاهوائية وعم نشيل الورم بدون اي تدخل جراحي الانفيسيف زي ما بقول طبيا. هلا بروتوكول 3000 ليش ابتكروا جيم هامبل؟ لانه كتير من الناس ما بيقدروا انه يعملوا هاي الشغلات، بيقدروش يستخدموا الغرز بالوريد وبالعضل الى اخره. فكحل بديل بروتوكول 3000 بنعمل تحضير للMMS، بنجيب 20 نقطة من الMMS و20 نقطة من الحامض وبنعمل عملية تفعيل لهم. هلا بس نعمل عملية التفعيل لهم اللي هي 20-30 ثانية، طبعا بكون الغاز عم بيطلع، عشان هيك أنا بغطي الصحن، يعني شوفوا الأفلام، بغطي الكاسة بصحن حتى إنه ما يطلع الغاز قدر الإمكان، شوفوا الفيديو اللي فيه التفاصيل. فبعد 20-30 ثانية بكون MMS تفعل، بضيف له 30 مليلتر من المي، مية مقطرة طبعا، بس أضيف ال 30 مليلتر، بدهن المحلول على مثلا منطقة مناسبة من الجسم. هلأ لأنه MMS والDMSO إذا بندهنه بتكرار عالي على الجلد ممكن يضايقه الواحد، فكل مرة كل عملية دهن بختار منطقة معينة من الجسم. يعني خلينا نقول زي ما حكينا، حطيت 20 نقطة مع 20 نقطة من MMS، بعدين حطيت 30 مليلتر من المية المقطرة، وبعدين بجيب هذا المحلول وبدهنه خلينا نقول على إيدي الشمال بشكل كامل. المرة اللي بعديها ممكن أدهنه على الإيد اليمين، المرة اللي بعديها ممكن أدهنه على الفخذ الشمال، المرة اللي بعديها بدهنه على الفخذ اليمين. يعني إنه كل مرة بدهنه على محل معين بالجسم حتى يعني المادة المؤكسدة هاي إنه ما يصير منطقة الجلد حساسة. فهلا مجرد ما دهنت أنا المحلول MMS على الجلد، شو بروح بسوي؟ بجيب DMSO بتركيز 70% وبرشه فوق المنطقة اللي دهنت عليها، يعني عادي بخاخ عادي طبيعي سبراي باتل زي ما نحكي، بتركيز 70%، بكون أنا دهنت محلول MMS على الجلد، بعدين بجيب هاي السبراي وبرشها على المنطقة اللي أنا دهنت عليها، وممكن أغطيها ببلاستيك راب اللي هو طبعا بعرف إنه في كتير ناس بيقولوا البلاستيك إنه يعني في أضرار منه، بس في الحالة هاي يعني احيانا بكون خلينا نقول للضروره او للعمليه، لانه براكتيكال مش مشكله نستخدمها ولو لفتره مؤقته. ف تمام. فهلا جبت انا زي ما حكينا جبت MMS ودهنت المحلول وبعدين رشيت فوق DMSO، بعدين بجيب انا بلاستيك راب زي اللي هو الغلاف البلاستيكي بتعرفوا اللي بنغلف فيه الاكل بالمطبخ احنا، وبلفه حوالين المنطقة اللي دهنت عليها حتى احاول قدر الامكان اخلي الجلد يتشرب بدون ما يضيع اي كمية منه. طبعا بخليها شوية لفترة بسيطة لو نص ساعة، بعدين بقدر اشيلها.
بالحالة هاي اللي بكون عم بعمله الـ DMSO اللي عم بعمله انه عم بمسك الـ MMS وعم بنزله للكتلة العضلية اللي موجودة تحت الجلد. هلأ اي اشي بدخل للكتلة العضلية بسحبه الدم مباشرة، فبكون انا بدون ما اضطر انه امسك الـ MMS واغرزه بالوريد او بالعضلة الى اخره، بكون انا من خلال اني حطيته مع الـ DMSO على الجلد عم بوصله للدم بطريقة غير مباشرة او بطريقة مباشرة حتى، بدون ما اضطر انه ألجأ لشخص مثلا طبيا يعمل عملية الحقن عندي، لانه هاي الشغلة حاليا مش بسهولة متوفرة. فطبعا بروتوكول 3000 بعمل هاي العملية مثل ما قلنا، بحط مثلا كل مرة بغير منطقة الجلد، بحط مثلا مرة على الايد الشمال على الايد اليمين على الرجل الشمال على الرجل اليمين، وبكررها ساعة. يعني الايام الاولى بعملها ساعة بعد ساعة، يعني خلينا نقول الساعة الاولى بحطه بعدين برتاح ساعة، بعدين بعمل ساعة بعمل كمان ساعة، بعدين برتاح كمان ساعة، بعدين بعمل كمان ساعة، بكررها يعني خلينا نقول من 6-8 مرات يوميا. هلأ اليوم الأول الثاني الثالث بعدين بقدر أعملها كل ساعة، يعني أصير أعملها مثلا كل ساعة، بعدين بشيل البلاستيك بعد نص ساعة برجع بحطها بمنطقة تانية منطقة ثالثة منطقة رابعة، بكون عم بعمل عملية إعادة، بكون يعني عملية زيادة توصيل للـ MMS من خلال نقله للدم مباشرة من خلال اللي هو هذا البروتوكول 3000. هلا هاي العملية بنعملها 3 أيام وبنرتاح 4 أيام، بنعملها 3 أيام بنرتاح 4 أيام. ومن خلال هذا الموضوع بنكون عم نوصل الـ MMS مباشرة للدم من خلال الكتلة العضلية اللي موجودة تحت الجلد. الـ DMSO رح أعملكم قريب إن شاء الله ملخص عن كتاب DMSO The Persecuted Drug، فيه شغلات يا الله مش معقول قديش التجارب اللي صارت على DMSO وكيف وقفت الجهات الطبية بدون أي مبرر في طريق الـ DMSO، خلص قرروا أنه ممنوع يكون موجود بين إيدين الناس. واحدة من الشغلات الموجودة بهذا الكتاب بفرجيكم واحد طفل كان في عنده مرض وبلش انه خلص ما بفي عنده امتصاص للغذاء مباشرة، مش عارفين يطعموه، حتى حاولوا يعطوه غذاء بالوريد مش يعني مو قادرين نهائيا يوصلوا له المواد الغذائية، وصار ينحف ينحف ينحف، يعني صار مثل الهيكل العظمي ومش عارفين يوصلوا له، يعني خلص الولد ما في اكل عم بدخل جسمه وخلص تعرفوا انه عم بنحف وصل لمرحله فيري كريتيكال ومش عارفين شو يعملوا. فواحد من الدكاتره اللي كانوا موجودين وقتها قال خلينا نعمل هالتجربه، راح جاب DMSO وصار يدهن DMSO مع محلول غذائي، تخيلوا فيه فيتامينات فيه يعني جلوكوز فيه كذا فيه مواد على اساس تكون مغذيه للجسم، الفيتامينات المينرالز الاملاح الكذا كذا الى اخره، وصار يمزجه بالDMSO ويعمل خليط منهم ويدهن كل جلد الطفل بمحلول DMSO. خلال أيام بلش وزنه يزيد، ويعني بحكي لكم إياها بالتفصيل بعدين، بس إنه خلال أيام صار يزيد وزنه وصار إنه في نورشمنت تصير للجسم وبلشت تتحسن حالته إلى آخره. ف يعني هاي مثال من الأمثلة اللي بفرجينا كيف DMSO بنقل المواد اللي بنحطها معه لتحت الجلد للكتلة العضلية، ومن خلال الكتلة العضلية الدم بيقدر يمتصها ويعني بتوصل المادة سواء كانت مادة علاجية أو مادة غذائية بتوصل للجسم للدم وبتغذى الجسم عليها أو بتعالج من خلالها. فحكينا لحد الآن على البروتوكول 2000 البروتوكول 3000 من مواد جمهم، زي ما حكينا في مواد تانية موجودة بنفصلها المرة الجاية إن شاء الله. فحكينا على بروتوكول 2000 اللي هو بناخد الMMS الأول والMMS الثاني بشكل بتكرار عالي بشكل مستمر حتى انه سيطر على الخلايا اللاهوائية اللي هي الخلايا السرطانية والميكروبات برضو والفطريات اللي بتكون موجودة بالجسم. وحكينا على بروتوكول 3000 اللي هو بديل لأخذ الMMS من خلال الحقن بالوريد او الحقن بالعضل بشكل مباشر. فبروتوكول 3000 اللي هو منفعل جرعة من الMMS منزيد عليها شوية مي منضيف عليها DMSO بعدين منصير ندهنها على الجلد بالتكرار مثل ما حكينا. من خلال هاي العملية منكون احنا عم نوصل مواد مادة الMMS اللي هي الكلورين دايوكسايد، وبرضو DMSO على فكرة برضو له خواص علاجية، شوفوا الفيديو المخصوص لما يدخل برضو بالورم السرطاني ولما يدخل للدم برضو له خصائص علاجية قاتلة للخلايا اللاهوائية. فالبروتوكولين 2000 و3000 هي احدى يعني من الوسائل الرئيسية اللي بنستخدمها خلال عملية مقاومة، ما بدي احكي كلمة سرطان، من خلال عملية مقاومة الخلايا اللاهوائية اللي انتشرت في الجسم لسبب او لاخر، بسبب نمط حياة غلط، بسبب نفسية خاطئة، بسبب اشعاع، بسبب الاكل الخاطئ، بسبب 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 الى اخره. عندنا مجموعة من العوامل
من خلالها صارت الخلايا الهوائية تتكاثر، صارت الخمائر الضارة تتكاثر في الجسم، وسط غير أكسجيني موجود وتكاثرت هاي الخلايا. إحدى الوسائل الكيميائية اللي بنستخدمها البديلة اللي هي الأمامس الأول والثاني، زي ما قلنا بروتوكول 1000 بروتوكول 2000 بروتوكول 3000. فالمرة الجاي بنرجع بنعمل الملخص سريع على الموضوع، الأمور اللي مرينا عليها لحد الآن. إذا بتلاحظوا أنا بحب أعمل ملخص أو ريفريش سريع على الأمور اللي مرينا عليها قبل ما أدخل في صلب الموضوع، لأنه هاي بتسهل علينا أنه نربط الشغلات ببعض. فالمرة الجاي برضو بنرجع بنعمل مراجعة سريعة على MMS والMMS2، في عنا CDS، في عنا أكثر من طريقة من جيم هامبل كمان بتم استخدامها، وبندخل منها على الهيدروجين بيروكسيد وعلى الأوزون لايبوسومز والأمور هاي منفصلها. حتى بعديها نقدر ندخل أول شيء بالأكل، تفاصيل الأكل، تاني شيء بالمواد المساعدة، في كتير مواد مساعدة لتنظيف الجسم، وبعدين بندخل بنحكي مجموعة وصفات على أساس إنه نسهل على الناس كمان يغيروا عاداتهم اليومية بإشي سهل وبراكتيكال. فيس، هاي هي بالنسبة لليوم. الله يحمي الكل ودير بالكم على حالكم، وشكرا دائما للي عم بسمع. تذكروا قديش الحالة النفسية جدا مهمة، فاعملوا تأمل 20 دقيقة يوميا، لأنه مثل ما قلنا 20 دقيقة يوميا هاي خصوصا إذا عملتها مرتين بتنزل الإنسولين 50%، بتنزل الأدرينالين 50%، بتهدي الواحد طول اليوم. فتذكروا تعملوها، اعملوا تمارين رياضية، يعني يوغا مثلا يوميا على الأقل نص ساعة، بدكم تتحركوا بدكم تعرقوا. هذا الحكي يعني هي جزء أساسي جدا في بناء الجسم وفي عملية الديتوكس اللي بعملها الجسم. فيس، هاي هي بالنسبة لليوم. شكرا دائما للي عم بسمع، الله يحميكم، ومنشوفكم بإذن الله المرة الجاية.